الحلقه دي حلقه نزلتك من السماء انك دخلت عليها. لو علامه الكوينات دي مش عندك انا هخليك تظهرها. ومش بس كده، دخلنا على علامه الكوينات، شايف انك تضيف كود دعوه دهيتي، احنا شارحين على نفس الجهاز اكتر من حلقه، وانا مساب التيك توك هخليك تظهر كود الدعوه دويت. شايف الصندوق الاخضر دويت الحلو اللي مش عندك انا هخليك تجيبه عندك. تمام كده؟ مبسوط؟ مبسوط. خد المفاجاه الكبيره قوي، شوف لو دوست على كلمه دعوه هيظهر لك المربع دويت، ونص بيظهر له المربع بتاع الاحتيال. تمام كده؟ هخليك ترتاح من المشكلتين دول تماما. هقفل لك كل المشاكل اللي في التيك توك النهارده، بس انت تابع كل جديد، سواء كانت الاحتيال او الفعاليه دهيت، وكله هيخلص. بس اسمع الحلقه للاخر، بس يا ريت كده تنزل تعمل اشتراك، يعني عيب ما تكونش عملت اشتراك لحد دلوقتي، ولايك للفيديو. اهلا وسهلا بمشاهدينا في حلقه جديده من حلقاتنا او في سلسله حلقات التيك توك. تمام كده؟ انا دلوقتي كنت قاعد عادي جدا جدا جدا، وجاني حد من المتابعين زي ما انتم شايفين كده بيقول ادعمني. تمام، فانا عادي جدا زي ما كلكم بعتوا بادخل على اللينك. اكتشفت المشكله اللي هتظهر دهياتي. طبعا دخلت كنت مسجل في البرنامج بحساب جديد غير اللي حلينا عليه كل المشاكل. الحساب الجديد جاني فيه المشكلتين دول احنا كنا قلنا حلهم في حل الحلقتين اللي عدوا. طيب هقول له موافق. الغريب بقى المشكله النهارده ان كمان مفيش علامه الكوينات. تمام، يعني ولا في علامه كوينات اقدر ادخل، يعني حتى وانا بشاهد ما بيجنيش رمز الربح من التيك توك زي ما انتم شايفين كده، بيبقى في علامه ربح من التيك توك مش موجوده معايا، كل ده مش موجود. بدخل الملف الشخصي مفيش هنا. تمام، حتى المشكله دي كان في حد قال لي ازاي اشوف علامه الكوينات. فزي ما انتم شايفين الموضوع، يعني تقدر تقول كل مشاكل التيك توك في الحلقه ده هي موضوع من اي مشاكل. هنحله ازاي؟ اول حاجه ده حل فعل، بقول لك اعمل بلاغ على طول، هنحلها دلوقتي. يعني ايه ده هويتي؟ هنشوف هنا في حد جديد خالص بيكتب اهو، هنا انا ظاهر عندي الواجهه دي ومفيش علامه، ظاهر عندي واجهه الربح. تمام، ردينا على المتابع بتاعنا زي ما احنا شايفين، وهنرجع للتيك توك. فخلاص كده احنا مشكلتنا هنا. هندوس على علامه دهياتي ونسجل خروج من كل الحسابات. سوري يا جماعه، انا هنا عندي ثلاث حسابات. طبعا حساب دوت كان فيه 900 جنيه وانا حققتها وحلينا فيه كل المشاكل خلاص. فدلوقتي هندوس على الثلاث شرطات دول ونعمل من تحت هنا تسجيل خروج. تمام، تسجيل الخروج، هتسجل خروج من كل الحسابات اللي عندك الثلاث شرطات، بعدين تسجيل الخروج. الثلاث شرطات دول بعدين تسجيل الخروج. تسجيل الخروج، بعدين ليس الان. زي ما انت شايف كده انا ما بجيش عندي اي حسابات في التيك توك. تمام كده؟ بعدين هتطلع من التيك توك خالص، بعدين تيجي على تطبيق التيك توك. ركز معايا يا جماعه، الحل بسيط جدا 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 وسهل. تمام، علشان كومنتاتكم اللي بتستفسر في خطوات، الحل بسيط مع بعضينا. بنقف على التيك توك، لو انت اندرويد بتعمل له ازاله، انا ايفون برضه بعمل له ازاله، مش هتفرق. بعدين حذف التطبيق. تمام، بعدين حذف. الموضوع سهل اهو يا شباب. تمام، التيك توك اتحذف. تمام، تمام. هندخل على الاب ستور او جوجل بلاي. تمام، ويفضل نعمل وضع الطيران. بالمرة اقول لكم على المتطلبات اللي هنستخدمها. كل اللي هنعوزه في الموضوع دويتي، كل اللي هنعوزه يعني مبدئيا هنشيل وضع الطيران بس عشان يرجع التصوير بين الربط بين الكمبيوتر والايفون. تمام، رجعنا بعد عملنا وضع الطيران. على فكره ما طورناش في وضع الطيران كام دقيقه كده، ممكن تشوف هنا الساعه 37 دقيقه، ممكن تشوف لما التصوير فصل كنت الساعه كام. بنكمل بقى، بندخل على الاب ستور او انت على المتجر بلاي على حسب الفون بتاعك، مش هتفرق. تدخل على متجر جوجل بلاي، بعدين تيجي في السيرش كده وتكتب تيك توك. سهل جدا، هنزل برنامج يا جماعه. بعدين تعمل له هنا تنزيل. لازم طبعا لازم 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 يكون عندك حساب جيميل جديد ما سجلتش بيه نهائي في التيك توك. اللي هيقول لي ما عنديش او سجلت او او او، دلوقتي ظهرت عندك في الاي اللي فوق لينك فيديو دقيقتين بعلمك تعمل حساب جيميل بكل بساطه من غير حتى ما تستخدم في رقم تليفون. ايه رايك؟ رقم جيميل كده وهمي، رقم اي رب اي ايميل كده من غير ما تحط في رقم تليفون، يعني ما تقلقش من اي اسئله. تمام، كل حاجه سهله وكل حاجه محلوله. لو انت تعرف تعمله ادخل دلوقتي خطوتين واعمله. مش هعرف، الفيديو ظهر لك في الاي اللي فوق وموجود لينك بتاعه في اسفل الفيديو وكمان شاشه النهايه. هتدخل على الفيديو دوي، هيعلمك ازاي تعمل حساب جيميل، هينزل التيك توك، وبكل اختصار اللي هنعمله اللي جاي انك هتسجل فيه بالايميل ده، وخطوتين بسيط هتلاقي كل المشاكل اتحلت، كل المشاكل اتحلت، حل عمله قدامك اهيت، وكل المشاكل اللي ظهرت في البدايه دي. بس انبه تاني، انبه انبه انبه،
يا ريت يا ريت الناس ما تنساش تعمل اشتراك، اشتراك يا جماعة للفيديو. مش عارف يعني احنا الفيديو كان جايب 8000 مشاهدة، متخيلين 3% اشتركوا و97% من المشاهدين ما اشتركوش؟ حرام جد نسبة. واو. طب يا جماعة زي ما احنا شايفين الاب ستور خلص، زي ما احنا شايفين وخلاص جاي قدامنا تيك توك فتح، هنضغط على كلمة فتح هيفتح معانا البرنامج. تمام، هتقول له قبول ومتابعة، تختار المحتوى اي حاجة، محتوى كوميدي مثلا، والتالي بيحمل بس شوية، نضغط على التالي حمل معانا. تمام، هنشد الشاشة، اقول له ابدأ المشاهدة، اقول له السماح، ابدأ المشاهدة، هويتي اشتغل معايا زي ما احنا شايفين. هنقلب كده شوية، مش هقص اي حاجة، كل حاجة مع بعض. تمام، هنبتدي نقلب، ممكن نعمل مثلا اعجاب بفيديو معين، هبيقول لي انك تسجل حساب، فخلاص هقفل كل ده. تمام، وتعالوا معايا بقى اللي هنعمله هم الملف الشخصي من تحت، بنضغط عليه هنا انشاء حساب، ركز معايا هنا، بتختار جوجل. تمام، ركز معايا، بعدين متابعه، ركز بقى الحساب اللي هندخل بيه ما تعملش بيه تيك توك، الحساب اللي هندخل بيه ما تعملش بيه تيك توك، انت دلوقتي المفروض عملت ايميل جديد. ادي اخترت الايميل، بعدين هكتب الباسورد بتاع الايميل ده. تمام يا جماعه، تمام هويتي، ادينا كتبنا الباسورد، بنضغط على التالي. تمام، خلص معانا. ادي هنا اهم حاجه برضو، هتخلي تاريخ ميلادك، خليه مثلا، لا خلي مثلا 900، ادي اهو خلي اي حاجه يعني اكبر من 21 سنه، خلي 988. وهنا غير برضو، ما تسيبهوش اغسطس، خليه مثلا اي تاريخ ميلاد عادي اهو. تمام يا جماعه، ده تاريخ الميلاد اللي انا ايه اخترته زي ما انتم شايفين. بعدين هقول له التالي. تمام، تمام، سيبه كده يحمل معاك، بعدين هتقول له انشئ حساب. تمام، خلاص ادي زي ما انت شايف انا عملت حاجه، كل المشاكل هتتحل معاك، 720 جنيه كسب المزيد. تمام، تمام، هنا بيقول لك يجب الا يقل عمرك عن 21 سنه، تم متابعه. طبعا المشكله ورا، سيب المشكله زي ما هي هحلها لك، بس احنا مبدئيا خلصنا من المشكله الاولانيه. تمام، يعني ادينا بنشاهد بنسمع. تمام، لو دوسنا على الملف الشخصي، علامة الكوينات جت اللي ما كانش ظاهر عند حد خالص. تمام، فاللي بيسأل على علامة الكوينات انا ادينا حلت لك المشكلة. تمام، تمام، علامة الكوينات هي هندخل عليها، دي ما كانتش موجودة أصلا. أنا هنا هقول له قبول ومتابعة. تمام، هنا اللي ما كانش راضي يجيله الكود الأخضر بيقول العرض دوت مش ظاهر عندي، في واحد كان سأل عليها كاتب له على الواتس، اديني حلت لك المشكلة، ادي الكود ظهر عندك اهويتي. تمام، تمام، انا كمان هنا لما استخدمت حساب جديد اقدر اضيف كود دعوه لحد. تمام، الناس هتقول لي بقى المشكله دي اتحلت، مشكله الاحتيال ومشكله الكوينات، الفعاليه متاحه حاليا فقط في بلدان ومناطق معينه وانتهت. تمام، دي قلنا الحل بتاعها في حلقتين، حل بقى بما انه في حلقتين مش هنقدر نشرحه دلوقتي عشان مده الحلقه اللي زادت. تمام، فناخدها سكرين شوت كده وهحلها على طول بعد ما انهي التصوير معاكم بسرعه. تمام، فانا كده كل حاجه حلتها، اللي ما عندوش كوينات انا حلته الكوينات، اللي عاوز يجيب الرمز يظهر الرمز ده انا جبت لك حل، اللي عايز يظهر دي اديني جبتها لك، فكل حاجه بقت متاحه معاك، كل حاجه بقت متاحه معاك. على فكره انا مش بس هحلها، ده انا هحلها واسيب لكم كود الدعوه بتاعي في وصف الفيديو، فياريت كده تدعموني كلكم. تمام، وبالمناسبة الناس اللي بتعمل لي كومنتات فيها لينك الدعوة الخاص بالتيك توك، صدقوني أنا ما بحذفوش، اليوتيوب نفسه هو اللي بيحذفه، أنا ديني معاكو عادي وجي كومنت أهويتي من اليوتيوب، حد حط لينك الدعوة بتاعه، مش ذنبي أنا، مش ذنبي أنا يا جماعة، هو دلوقتي اللينك بتاعه اتحذف وبيطلع تعملوا ديسلايك الفيديو، كومنتات مش كويسة، ليه؟ أنا مش ذنبي، هو هيتحذف من اتجاه اليوتيوب. يا ريت بقى تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.